بس فعلا. شكرا يا كابتن مختلف. نطلع نشوف الكابتن محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي قال ايه في المؤتمر الصحفي. طبعا احنا عارفين ان المباراه قويه جدا بالنسبه لنا، المباراه الاولانيه بالنسبه لنا كنا مقسمين على شوط اول وشوط ثاني. الشوط الاول يعني عملنا اللي احنا كنا عايزينه ان شاء الله. المباراه الاولانيه نتوقف في احنا عامة ماتش الوداد ده كان السنة اللي فاتت، بس احنا لازم برضه لعبت هنا بالرجاء برضه. موضوع الجمهور بالنسبة لي وبالنسبة للفرقة بالنسبة للعيبة عامة واللعيبة اللي موجودة عندها خبرات كبيرة جدا من الماتشات اللي زي دي وبرضه الجمهور رسالة. موضوع ممكن نصح حضرتك أو ممكن نصح حضرتكم اللي يتأثر عليها سلبي أو يتأثر عليها سلبي، مفيش الكلام ده خالص. ما كنتش بقول احنا ما بنخافش، مفيش حد لعب وادي قبل كده يكون خلاص اتعود عليها ويلعب فيها ما بيخافش. الموضوع كله بقى ظروف ماتش مش اكتر يعني. عندنا ماتش بكره، مركزين في الماتش، مركز في اللي ورا، اللي ورا خلاص نسيناه ونفكر في بكره بس. رد على سؤال حضرتك الفتره بتاع الدوري المجموعات الدوري اكون افضل والكلام ده كله، احنا عندنا ماتشات كتيره الفتره اللي فاتت بين دوري وبين كاس وبين دوري المجموعات في افريقيا، بيبقى عندنا ضغط مباريات. ده ممكن اقول لحضرتك يعني ده بيبقى فيه شويه ضغط وكان شويه لعيبه، بس الحمد لله احنا بنقدر نعدي المرحله دي وعدينا الحمد لله. ودلوقتي موجودين في ربع النهائي وماشيين بشكل كويس. من دلوقتي احنا كاسبين الشوط الاولاني الماتش الاولاني وان شاء الله نفكر في الماتش بكره. ده اللي ممكن يعني دي الفتره اللي احنا بيبقى فيها ضغط عندنا المباريات ودي الموضوع كله يعني. بس اكيد احنا بنتكلم في ماتش بكره، بيقول لك انت خايفين، لا لعيبه مستمتعه جدا بالجمهور وجمهور الجمهور بالنسبه لنا يعني دي حياه الكوره يعني. اللعيبه كلها بتحب يكون في الاجواء ديت بتكون موجوده الجمهور، اللعيبه بتحب تلعب بشكل